اخبار اليوم. زي ما كنا قلنا لكم ان احنا عاملين مفاجاه لكابتن حازم، يعني نحب نسمع حاجه من كابتن احمد ناصر بصفته الاب الروحي لرياضه التراثلون في مصر. يعني شكرا للكابتن حسن عفيفي، وسعيد جدا جدا طبعا بالباقه الجميله اللي قاعد على الهيد تيبل، واسعد بالناس اللي موجودين زملائي واخواني من الاعلاميين الموجودين. وطبعا انتوا عارفين كابتن حازم مش نجم كوره بس، انما ايضا احد الاعلاميين المرموقين الان. ده نمره واحد. نمره اثنين، انا بيربطني بالكابتن حازم علاقه جميله جدا ووطيده جدا لما كان بيلعب في اودينيزي، ولسه بيقول لي الشريط فين النهارده لانه الحقيقه ما شافوش. انا صورت معاه حلقه الحقيقه، وكنت فخور وسعيد جدا جدا بشخصيه كابتن حازم امام، ونعم الخلق ونعم التربيه ونعم اللاعبين. الحقيقه كنت فخور جدا وانا بعمل معاه حلقه، قعدت معاه تقريبا فيها يوم وحيد الحقيقه صورت معاه بالظبط. وبعدين الحقيقه رجعت كلمت اخويا العزيز الله يرحمه كابتن حماده امام ودكتوره ماجي والده كابتن حازم، وقلت لهم الحقيقه نعمه مر بيته، لان الحقيقه السلوك اللي انا شفته معاه وهو هناك وهو مقيم في بلد غريبه، وما زال على عرفه، ما زال على تقاليده، ما زال على تربيته، ما زال على دينه، ما زال على اسلوبه المتميز، الحقيقه يعني كانت حاجه جميله جدا جدا وافخر بيها. النهارده بشكر كابتن حسن وبشكر كابتن عمر نور على الحقيقه اللفته الجميله جدا جدا. انا سمعت عنها طبعا قبل كده وما قدرتش افشل الاسرار زي ما انتم عارفين، لكن سعيد جدا ان الكابتن حازم امام يبقى سفير للترياتلون، سواء كان على مع الاميدا او مع الاتحاد او مع اي مكان، فهو ده طبعا اضافه جميله جدا، لان كابتن حازم من اللعيبه اللي ليهم خلق عالي جدا جدا وليه بصمات في كره القدم وفي الحياه للناس كلها. ويكفي ان هو في الاحداث الاخيره في الزمالك طلع وما اتكلمش ولا كلمه، مع انه حق ان هو يقول كل ما لديه انه يقوله، ولكن دي الحقيقه حاجه بتزيد من قيمه الكابتن حازم امام. وفي نفس الوقت اللي فيه انا بقول ان انا سعيد جدا جدا مره ثانيه، وبشكر حضراتكم على وجودكم، وانا متوقع الكثير ان شاء الله من السفير حازم امام للترياتلون، وان شاء الله باذن الله عيلة الإعلام بتاعتنا كابتن حازم، فإن شاء الله بنتمنى له معانا إن شاء الله التوفيق. وتاني مرة بشكر الشريك الأميدة، وبشكر الشريك اللي معانا أيضا مؤسسة ودار أخبار اليوم، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، وأخونا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن بدرة، على هم شركاء ترياتلون من يوم ما ابتدينا. فعايز اقول لك ان احنا ابتدينا الاله الاعلاميه بدري شويه عشان نقدر ان احنا ننتشر، فاحنا سعداء بده، ونتمنى ان شاء الله العلي العظيم من الجمهور تبقى دايما في علو. وفي نهايه البطوله دي وقبل ما نوزع الجوائز، بشكر الكابتن حسن شكر كبير جدا على المجهود اللي عمله هو وشركائه وزملائه وفريقه، لان ادوا بصمه جميله وجديده للترياتلون، وان شاء الله باذن الله هنامل ان احنا في خلال الفتره اللي جايه بشراكته مع الاتحاد العربي ان احنا نرتقي بالمستوى العربي الى ان نؤهل ناس تصل الى الاولمبياد ان شاء الله، سواء كان اولمبياد الشباب او الاولمبياد الكبير. شكرا استاذ احمد. طبعا كابتن احمد كبير جدا وطبعا قيمه كبيره جدا كان رياضيا واعلاميا، مشكور طبعا شكرا جزيلا على سنين كبيره في الاعلام الرياضي. استاذ ايمن طبعا مدرس كبير جدا واخبار رياضه واخبار اليوم، بحييك ان انت بتهتم برياضه لسه طالعه جديده يعني منتشره بشكل كبير. ده يمكن دور الاعلام ان هو يوعي الناس وينور. طبعا بشكر حسن على ان هو الناس اللي عامله شغل في الموضوع طبعا مع الدكتور احمد. انا عن نفسي يمكن الناس تقول لك حازم ايه اللي جايبه هنا، بس انا بشوف ان احنا كرياضيين او ككوره لعيب كوره، يعني بعد ما تخلص كوره ده الموضوع ما يبقاش ان انت تبص نظره ضيقه على ان انت لعيب كوره فقط. الموضوع بينتشر او بينتقل ان انت لازم توعي الناس بالرياضه بشكل عام، مش بس كره القدم اللي انت فيها او اللي شغال فيها. دور
لعيبه الكوره الناس بتحبهم او الناس بتحب الكوره بشكل عام، انت تواري لو في حاجه كويسه بس سلط عليها الضوء بشكل او باخر. اللعبه دي يمكن من ايام حتى خماسي او يعني اكتر مستريس كمان او تراسلو، هي لعبه انا بستمتع بيها بشكل كبير، تجمع بحاجات كتير جدا تخليك يعني كنت دايما لسه بتكلم ازاي الناس بتشتغل الشغلانه دي او بتلعب اللعبه دي، يعني ما شاء الله عمر ان صعب ان انت تقوم تركب العجله وبعدين تنزل من العجله تجري 30 40 كيلو، صعبه جدا جدا، عايزه اصرار وعايزه التزام وعايزه نظام وعايزه انت تكون بني ادم في حياتك الطبيعيه ملتزم بحاجات كتير جدا جدا. فلما اتعرض عليا الكلام ده ان انا كنت مسافر للعبه دي انبسطت جدا. نفسي اعرف ازاي الناس دي بتتمرن اساسا التمرينات عشان توصل لواحد بصحته بالشكل ده يقدر يشتغل الشغل ده كله، فان شاء الله يكون دورنا باذن الله ايجابي فيه، وانا مبسوط جدا وانا معاهم واحاول ان انا اشتغل معاهم حتى اللعبه دي، لان انا الواحد ما يبطل كوره عايز دايما ما يبعدش عن الرياضه بشكل او باخر. فهي اللي بيلعب اللعبه دي هتبعد عن حاجات كتير جدا، صحتك كويسه جدا، خليك دايما في شيء كويس، وده بالنسبه لنا احنا حتى كاعلام او كده يبقى دايما شكلك كويس قدام الناس اللي بتحافظ على صحتك. فانا بشكر كل القائمين على التراثلون وعلى طبعا بجد كابتن احمد وحسن ان هو بيشتغلوا بشكل كويس، ان شاء الله يكون بدايه الخير باذن الله، الايفنت ده باذن الله ان شاء الله.